لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. منى قليته قوي. اه يعني ايه ده؟ ايه الاوت فيت بتاعك بتعمليني؟ مش ماشي. الاوت فيت بتاعك لبسك مين مختارهولك يا منى؟ مين يختارك ليه؟ ماما. يعني انت هنشوفك ان شاء الله السنه دي في مهرجان القاهره ومهرجان الجونه فهيسألك سؤال الاوت فيت بتاعك. محضره السؤال ده؟ لا محضراها عشان ماما اللي بتجيبهولي. طب قولي لي اول مشهد ما بيني وبين منى كان ايه الدنيا؟ قولي لي يا مثلا كنت خايفه قلقانه؟ لا انا مش عارفه بس قدامها. لا خالص ما كنتش خايفه خالص اصلا كل الناس هيشوفوا فليه الكسب. شفتي اللقاء اللي كان بينك وبين سليم مؤخرا يعني وانت كنت عماله تنصحي سليم وحصل كده يعني ضحك كده من الناس على السوشيال ميديا شفتي ده؟ لا شفتيش حد بيقول لسليم مثلا انت تطلبي مثلا برجر مثلا تطلبي شاي نعناع قلش ايه اكتر قلش عجبك وزار عجبك وانت فاكراه لحد دلوقتي؟ ناوي لا هي منى مش بتشوف السوشيال ميديا قوي يعني. وانت قاعده على المسرح كنت عماله تقولي حاجه كده عماله تقوليها ما بينك وما بين نفسك قبل ما اي حد يسالك كنت بتقولي ايه؟ ما انا بعد ما اخد الجايزه كنت هقول شكرا قوي على الجايزة وأحكي أن أنا كنت نفسي أمثل ودعيت لربنا وسألت بابي وقال لي لو أنت موهوبة تمثلي لو مش موهوبة ما تمثليش. أنا ماليش دعوة. بتعملي إيه غير التمثيل؟ في موهبة تانية غير التمثيل؟ يعني مثلا بترسلي بتغني؟ بغني. بتغني؟ صوتك حلو؟ مش قوي أنا مش حساه. ليلى صوتها أحلى مني.